السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها أوضاع اللاجئين المتواجدين حاليا في دولة جيبوتي. إذن مشاهدينا، قال سفير اليمن في جيبوتي حمود العديني إن لاجئي اليمن في جيبوتي يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، وأوضح في تصريح لقناة بلقيس أن نحو 2200 لاجئ يعيشون في مخيم أبوخ للاجئين، فيما يعيش نحو 600 آخرين في مدينة جيبوتي. يمرون هؤلاء النازحون بأوضاع إنسانية صعبة، ويضيف السفير أن عددا من الأسر قررت العودة في حين لا تزال أخرى عالقة هناك نتيجة فقدانها للمال الكافي لنقلهم والعودة إلى اليمن. وبعد أن دمرت الحرب أيضا منازلهم في كل من عدن والمخا وذباب ومناطق أخرى، ويتواجد أكثر من 2500 لاجئ يتوزعون بين مخيم أبوخ وبين المدن الجيبوتية الأخرى، فيما يتواجد المئات أيضا في مقديشو وأثيوبيا وبعض المدن الأفريقية. وتفتقد هذه المخيمات لمقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب والكهرباء أيضا، فيما تصم الحكومة آذانها عن صرخاتهم وتكافح المنظمات الإنسانية في سبيل مساعدتهم، لكن هذه المساعدات لا تكفي لسد احتياجاتهم. إذن مشاهدين، ظروف اللاجئين اليمنيين في جيبوتي وعجز بعضهم عن العودة إلى البلاد موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. لكن مشاهدين، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. لا الخيمة تأويهم ولا حرارة الطقس تشعل نار الحنين إلى وطن هجروا منه قسرا. لاجئو اليمن في جيبوتي بانتظار إنهاء رحلة الشتات والرجوع إلى ديارهم بعد أن فقدوا إمكانية العودة، يفترشون ترابا رطبا، يتبللون من حرارة المناخ وقلق العيش، ويسكتون عن الوجع، لكنهم ينتظرون بقلق رحلة العودة علها تبدأ فلا تبدأ ولا هم يعبرون. شباب ونساء وأطفال ذابلون طاوعهم الحظ وخرجوا من بطن الوطن المكتئب والمضطرب منذ عام وأكثر بفعل الحرب. يقول سفير اليمن هناك حمود العديني إن نحو 2800 يمني لاجئ يعانون من أوضاع إنسانية صعبة. وقال السفير إن عددا من الأسر قررت العودة في حين لا تزال أخرى عالقة، والسبب فقدان غالبيتهم للمال الكافي. حتى المساعدة التي تصلهم من المنظمات الإنسانية يقول السفير إنها لا تغطي احتياجاتهم طوال الشهر، وهو ما يفاقم من صعوبة العيش في هذا المخيم. وضع هؤلاء لا يختلف عن وضع اللاجئين في الصومال وإثيوبيا، فالجميع يناشدون الحكومة والمنظمات الدولية سرعة مساعدتهم، موضحين أن قتلى وجرحى من رفاقهم قتلوا قبل أيام في انفجار وقع بالقرب من مخيم يقطنون به في مدينة مقديشو. الجهات الرسمية لا تبدو عابئة بوضع هؤلاء، وليس ما يحدث من مآس إنسانية لليمنيين داخل البلد وخارجه في اهتماماتها. الدليل أنها لم تضع حدا لمعاناة وآلام اللاجئين، ولم تكلف نفسها إرسال وفد حكومي لتقصي أوضاعهم ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم. صحيح أن حياة الإنسان في وطنه خلال الحرب فظيعة، لكن مذلته خارج الوطن جحيم. فرحلة الشتات أكثر كلفة حين تبث الأخبار كل يوم وصفة متقنة من طحين الغياب. إذن مشاهدينا، لمناقشة موضوع اللاجئين اليمنيين المقيمين أو المتواجدين حاليا في مخيم أبوخ في جيبوتي ينضم إلينا الآن من هناك من المخيم مرسال العنبري. مرحبا بك سيد مرسال. حياك الله. الحمد لله. كيفكم؟ سيد مرسال، بداية لو تحدثنا عن ظروفكم الحالية في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي، حدثنا عن أوضاعكم هناك. والله ظروفنا مع دخول الموسم الصيفي الذي نمر عليه فيه أرياح شديدة وظروف قاسية. نعم، ظروف قاسية نعاني الآن حاليا، طالما لا يوجد لدينا ماوى. نعم، يعني هل تتواجد لديكم رعاية من سواء من المنظمات الإنسانية أو أيضا من الجانب الحكومي والدولة؟ والله الرعايات التي نجدها تتواصل معنا السفارة اليمنية فقط. نعم، السفارة اليمنية التي دائما على اتصال معنا، ولكن ما بيد السفارة اليمنية
إذا كانت ناشدنا وزير الخارجية اليمني ولم نجد منهم أي إفادة. انقطعت عن المعاونات أكثر من 6 أشهر. يعني المعونات منقطعة عليكم أكثر من 6 أشهر؟ نعم انقطعت أكثر من 6 أشهر بالنسبة للمعونات الحكومية أو أيضا المعونات القادمة من المنظمات الإنسانية. بالنسبة للمنظمات الإنسانية زي ما المنظمات الأمم المتحدة إلى الآن المخيم لا نجد فراش، الفراشات نحن غير فراشات داخل المخيم. نعم، كم عدد المقيمين حاليا في مخيم أبوخ للاجئين في جيبوتي؟ ايوه الان انا اتكلم معك من نفس المخيم. نعم، كم عددكم؟ عددنا كان 2800، الان اللي غادرت من المخيم 180 أسرة غادروا بسبب الجوع بسبب وقف الدعم، رغم انه المغادرين هم من ابناء مديريه الذباب. دمرت مساكنهم، دمرت مساكننا، ولكن الان هم ساكنين في باب المندب. ساكنين في باب المندب ليه؟ ساكنين كل 10 أسر في بيت بسبب الجوع انتقلوا الى هناك وعلى حسابهم الخاص. نعم، ولكن كما اخبرتني سيد مرسال كما تحدثت قبل قليل انه يعني المساعدات الانسانيه سواء من الجانب الحكومي و أيضا من المنظمات منقطعة منذ فترة، يعني كيف تواجهون ظروف الحياة أنتم الذين ما زلتم مقيمين حتى اللحظة في المخيم والعدد كبير كما تتحدث، يعني العائدون كما قلت 180 أسرة فقط؟ إيه، لكن ما زال في داخل المخيم عائدين، وغدا إن شاء الله واليوم كذلك غادروا، اليوم غادرت 8 أسر وغدا ستغادر 10 أسر على حسابهم الخاص، يجيهم القوارب من باب المندب. نعم، لكن أنتم المقيمين كيف تواجهون ظروف المعيشة؟ يا أخي ظروف المعيشة أصبح الأب إذا كان عنده 2 أولاد هم اللي يشتغلوا في البحر، يأكلوا من البحر، والبعض يشتغل في المنظمة تبع المنظمة. نعم، بيوم القوت الضروري بس. نعم، بالنسبة للعودة والأسر العائدة كيف تم العودة؟ هل يعني تكاليف العودة على الحساب الشخصي أم أن هناك منظمات أو الجانب الحكومي متولي هذا الأمر؟ والله يا عزيزي نحن كان سبق إن احنا قدمنا بطلب للوزير رئيس الإغاثة حق اليمن اللجنة الإغاثية الأستاذ عبد الرقيب، وبلغنا أنه نحن عائدين إلى أوطاننا هل من مساعدة؟ قال ارفعوا لي بالكشوفات. رفعنا لهم بالكشوفات ثم السفير اليمني، جاءتنا لجنة تمثل دولة قطر أخذت مننا الكشوفات، وإلى الآن لم يردوا علينا أي نابئ. فأصبحت بعض اللاجئين إذا استلم كيس دقيق وكيس رز من المنظمة تباع حق 4 أسر 5 أسر حتى أنهم يوجدون قيمة المحروقات وينطلقوا بقواربهم الخاصة. نعم، بالنسبة لبعض المساعدات الواصلة لديكم من الواصلة إليكم من منظمات المجتمع المدني، هل يتم توزيعها توزيع عادل؟ يعني أنت قلت أن الوصول هو قليل جدا لهذه المساعدات، لكن ما إذا وصلت هذه المساعدات هل تقسم بشكل عادل أم أن هناك يعني سطو على بعضها؟ يا حبيبي كل ما وصلت عندنا إغاثات وصلت الآن قبل أشهر تبع الإغاثة سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز. نعم، ووزعت، بس الكمية لا تكفي، لأنه يعني الدقيق 10 كيلو، السكر 10 كيلو، الرز 10 كيلو، فهمت؟ نعم. هذه اللي وصلتنا الإغاثة الآن الأخيرة، جاءتنا من مركز سلمان الملك سلمان. نعم، متى وصلت هذه الإغاثة؟ وصلت قبل شهر. قبل شهر، وحتى الآن لم يصل شيء آخر؟ لم يصلنا أي شيء. نحن الآن نستلم، الفرد الواحد بيستلم 500 جرام، 500 جرام سكر من المنظمة، وستة كيلو دقيق وستة كيلو رز لكل فرد. نحن عايشين على هذه العيشة فقط.
نعم، ما الذي يعني تتطلبوه للعودة إلى يعني منازلكم في اليمن يعني؟ والله نحن نطالب الحكومة اليمنية، نطالب دول التحالف، نطالب من له اليد العون لهؤلاء اللاجئين اللي هم لديهم الرغبة للعودة، رغم أنه ما زالت هناك الصواريخ تطلق، ما زالت هناك القذائف تطلق، لكن نحن نريد، لكن من يدعمنا للوقود؟ نحن معنا قوارب خاصة، نقول لهم قواربنا الخاصة، لا نريد منهم شيء، لا نريد منهم أموال، نريد المحروقات، المحروقات التي كل شخص ينتقل بمحروقاته بقاربه حتى يصل إلى بلاده. يعني تحتاجون إلى مادة البنزين الذي تعودكم إلى مدنكم؟ نعم، لأن كلنا عندنا قوارب خاصة. نعم، إذا النازحين الآن الموجودين داخل المخيم هم من مديرية ذباب محافظة تعز، نعم، مديرية واحدة هم المتضررين، نحن المتضررين في هذه المديرية في هذا المخيم. الآن عدن معك 15 أسرة. نعم، إذا شباب. نعم، إذا أتمنى أن تكون قد وصلت رسالتك. أشكرك مرسال العنبري، أحد الموجودين حاليا في مخيم أبوخ في جيبوتي. سينضم إلينا الآن من هناك الصحفي حسام الزيادي من مدينة جيبوتي تحديدا. سيد حسام، مساء الخير. مساء النور أخي. أهلا بك سيد حسام، هل لك أن تضعنا في الصورة الكاملة لوضع وظروف اللاجئين اليمنيين حاليا في جيبوتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، وضع اليمنيين المقيمين في مخيم أبوخ للاجئين يعتبر وضع مأساوي جدا، فقد ولكني أرى أنه في الفترة الأخيرة تحسن جدا، تحسن بشكل كبير. نعم. عن ما عانوه من قبل، فمن قبل لم يكن هناك تواجد للمساعدات الغذائية من ناحية الغذاء والدواء والتعليم، لكن بعد زيارة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ خالد بحاح إلى إلى دولة جيبوتي والالتقاء مع المسؤولين، تم التسهيل من قبل حكومة جيبوتي بدخول المعونات والمساعدات إلى مخيم أبوخ. نعم، ولكن يتحدث الآن أحد المتواجدين حاليا في المخيم أن آخر دفعة من المساعدات ومن مركز الملك سلمان تحديدا وصلت قبل شهر، والكمية المخصصة هي 10 كيلوغرام لكل أسرة، يعني هذا المقدار لا يكفي إلى 10 أيام، إذا يعني إذا حددنا هذا العشرة الكيلونا لن يتجاوز 10 أيام، يعني أنت تتحدث الآن أن المساعدات تصل بشكل دائم بعد زيارة بحاح. هي وصلت، لكن الاهتمام أو المفروض أن الاهتمام يكون من الدولة، إذا لم يكن هناك اهتمام من الدولة، من الحكومة اليمنية ممثلة برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بأوضاع المواطنين اليمنيين المقيمين في أبوخ، فكيف سيكون هناك اهتمام من المؤسسات الإنسانية أو منظمات الإغاثة؟ نعم. فيجب أن يكون هناك التفات من رئاسة الوزراء ومن دولة الرئيس هادي إلى أوضاع المواطنين اللاجئين في أبوخ، فهؤلاء هم مواطنون يمنيون، أنا لدي مصادر كثيرة في أبوخ. نعم. يخبرونني أنهم لا يريدون سوى أن يعودوا إلى وطنهم وأن يكونون بين عائلاتهم وأن يكونوا متواجدين على أرض وطنهم، لا يريدون غير السلام، فهم لا يريدون أن يقضوا بقية حياتهم هنا في أبوخ. نعم، بالنسبة للجانب الرسمي، يعني هل يعني بهذه التي ذكرتها المطالب التي يطالبون فيها هي عن يعني توفير يعني سبيل للعودة إلى مدنهم، يعني هل هناك تجاوب من قبل السفارة أو أيضا الجانب الحكومي؟ هل لديكم معلومات بأنهم يعملون على التحضير لمسألة إعادة هؤلاء اللاجئين؟ أخي العزيز، إذا نظرنا إلى جانب احتياجات اللاجئين في أبوخ، فهناك احتياجات كثيرة، منها يعني أكثرهم يطالبون بجوازات. يوجد العديد من المتعلمين من خريجي الثانوية ومن المدرسين ومن يعني جالسين الآن في أبوخ، حياتهم العلمية توقفت، يريدون أن يعودوا إلى وطنهم، يريدون السفر إلى دول أخرى، البعض يعاني من بعض الأمراض، أمراض القلب في الرئتين، يريد أن يسافر إلى دول أخرى يتعالج، لكن لا يوجد لديهم جوازات. يشكون أن هناك في جدة يتم منح الجوازات لبعض الناس والبعض لا يتم منحه،
فهم مطلبهم الواحد يريدون جوازات لكي يستطيعوا التحرك وان يعودوا الى وطنهم او يذهبوا الى بعض الدول للعلاج او للدراسه. لكن هو معظم المناطق التي يسكنوها في اليمن صارت امنه نوعا ما، يعني القضيه الاولى هي الان مساله العوده الى مدنهم. نعم هذا صحيح اخي العزيز. هناك خبر لا اعلم مدى صحته ان قطر سوف تقوم باعاده قرابه 400 اسره الى اليمن، لكن الان لم نرى اي تحرك. نعم. لكن ناهيك عن ذلك اخي، هناك مطالبات من قبل اللاجئين في ابوق ان موسم الصيف الان دخل، وانتشار الحشرات الزاحفه منها الثعابين والعقارب والفئران، يعني تخرج في هذا الموسم والرياح ايضا، فهم يطالبون ان يتم نقلهم الى مكان اخر. فبعد قبل فتره كان هناك موسم رياح شديده ما ادى الى اقتلاع الخيام التي يعيشون بداخلها. نعم. فتم توفير كرفانات لهم يعيشوا بداخلها، لكن لم تكن مرتفعة عن مستوى الأرض ولو بشيء بسيط لكي يرتفعوا عن من الذي وفر لهم هذه الأشياء؟ من الذي قام بالتوفير، المنظمات أم الدولة؟ المنظمات. أما الدولة فهي أنا أرى أنها لا ترى بعين الرأفة أو بعين الأب أو بعين المهتم لهؤلاء المواطنين. نعم. السفارة اليمنية ممثلة بالأستاذ حمود العديني تقوم بواجبها على اكثر مما يبدو، لانه يعني سفاره لا يتواجد لديها مندوب في ابخ، في مخيم ابخ للاجئين. نعم. انا دخلت السفاره، يعني كل ما رايته هو اربع موظفين، سعاده السفير الاستاذ حمود وبعض الموظفين. حتى الان في ميناء جيبوتي الذين يستقبلون اليمنيين الاتين من عدن، نعم، كلهم متطوعون وليسوا موظفو في السفاره، فاين هم موظفون السفاره؟ ثم يضطر سعادة السفير إلى التواجد في الميناء بعض الأوقات لضمانة بعض المواطنين اليمنيين لدخول جيبوتي والتواجد إلى منتصف الليل. نعم. سيد حسام، يعني هناك بعض الأنباء تتحدث عن أن المساعدات الواصلة إلى المخيمات المتواجدة حاليا في جيبوتي يتم السطو على هذه المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية أو ما شابه. نعم أخي، هذا موجود في كل مكان. يقول لي أحد مصادري هناك في مخيم أبوق أنه ذات مرة أتى إليهم أحد فاعلي الخير وهو من محافظة الزمار، فأتى بمساعدات إنسانية فحصلت مشاكل، فأخذه هذا الشخص الذي يخبرني أنه وهو أحد مصادري أخذه وبعيدا عنهم، فقال له أنا أعلم منك بالذي يحصل هنا في المخيم. يتم هناك أربعة عقال في المخيم، هذا كان في السابق، أما الآن فقد تم تغييرهم وتحسين طرق توزيع الإمدادات. نعم. يتم عمل فوضى بين اللاجئين لكي يقوم فاعل الخير بإعطاء المعونات بالكامل إلى عقال المربعات هؤلاء ليتم توزيع المعونات على كافة اللاجئين. نعم. بخبرتهم، مما يؤدي إلى تقاسم بعض المعونات وإعطاء اللاجئين ما تبقى منها. نعم، وضحت الصورة. بموضوع أيضا المخيمات المتواجدة حاليا في جيبوتي، ما نعلم هناك أكبر مخيم، مخيم أبوخ، هل هناك مخيمات أخرى وما مدى الوضع الإنساني في هذه المخيمات؟ بصراحة أخي العزيز أنا لا أعلم شيئا عن بقية المخيمات، لكن كلما علمت عن مخيم أبوخ أنه كان هناك من قبل العديد من التجاوزات والانتهاكات في حق اللاجئين اليمنيين، ولكن برعاية سعادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة وبعض المسؤولين الأمنيين في جيبوتي قاموا بوقف هذه الانتهاكات والمحافظة على اليمنيين، وخصوصا بأنهم يقولون أن المواطن اليمني هو يعتبر في دولته، حتى إن كان في جيبوتي فهو في اليمن، أرض جيبوتي هي أرض اليمن. ويقول كمان مسؤولون أمنيون هنا في جيبوتي أنهم أوقفوا دخول اللاجئين إلى مدينة جيبوتي خوفا عليهم من غلاء المعيشة في العاصمة، وخوفا عليهم لكي لا يتحولوا الى التسول او الى لكي يتحولوا الى التسول لكي يعتاشوا. نعم، ولكن هل في الفعل هل توجد يعني مخيمات غير هذا المخيم المذكور أبوخ؟ يعني هل هناك مخيمات اخرى ام انه يعني يقتصر في يعني دوله جيبوتي باكملها هذا المخيم فقط؟ على ما اظن اخي العزيز انه لا يوجد غير هذا المخيم، لكن وصلتني رسالة أيضا من أخت سمام عبد الله هناك في المخيم أنها تطالب
بأن يتم نقلهم إلى مكان آخر غير مخيم أبوخ نتيجة لفصل الصيف والحرارة التي ستأتي. نعم. والحشرات والحيوانات الزاحفة من هذا القبيل. نعم. إذن الصحفي حسام الزيادي كنت معنا من مدينة جيبوتي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن أيضا اللاجئ هناك في جيبوتي أمين الحرازي. سيد أمين مساء الخير. مساء النور. من أديس. من أين تحديدا؟ من أديس أبابا. من أديس أبابا، أهلا بك. سيد أمين، حدثنا عن الوضع الإنساني للاجئين في أديس أبابا. والله الوضع الإنساني هنا، طبعا الناس الشعب اليمني اللي هربوا من اليمن وصلوا إلى أديس يعانون معاناة، يعني من غلاء المعيشة، من عدم وجود المسكن، وأمم المتحدة ما تعطيهم إلا $100، وإيجار البيت في أديس يوصل إلى $100 و$150 في الشهر. وإذا معك أسرة تقدم في اليو إن يعطوك $100، وإذا معك عائلة تحسب العائلة كامل بالـ$100. نعم. وإذا ضافوا عليها 400 بر حبشي. نعم، هذا المبلغ الذي ذكرته المقدم من يعني من الأمم المتحدة أو من المنظمات، هل هو يصرف بشكل دائم أم أنه يأتي في يعني أوقات متفاوتة؟ والله أحيانا يأتيك بداية الشهر، وأحيانا يتأخر عليك إلى نص الشهر، إلى 15 الشهر، إلى تاريخ 16 من الشهر، وأحيانا يحنبوا أحد الأسر اليمنية اللاجئين وهذا من دفع الإيجار في أديس. نعم، هل هناك تحضيرات للعودة من قبل اللاجئين المتواجدين في أديس أبابا؟ أيوة، هناك عدة أشخاص يريدون العودة إلى الوطن، لكن الحاجة التي تمنعهم أنهم يرجعوا إلى الوطن هي غلاء التذكرة، لأن التذكرة توصل إلى $1,300. نعم، إذن أتمنى أن تكون وصلت رسالتك إلى الجهات المعنية. السيد أمين الحرازي اللاجئ حاليا في مدينة أديس أبابا. سينضم إلينا الآن سفير اليمن في جيبوتي سيادة سعادة السفير حمود العديني. مساء الخير. مساء النور والعافية، كيف حالكم؟ وشاكرين لكم على اهتمامكم بالطيور المهاجرة، ولو أنهم نازحين أدام أكثر ألما من الطيور المهاجرة. أهلا أهلا بك سعادة السفير. بداية لو سألناك، هل هناك إحصائية دقيقة تستند إليها في حجم النزوح إلى دولة جيبوتي جراء الوضع القائم حاليا في اليمن؟ والله شوف، حوالي 1200 شخص المتواجدين الآن حاليا في مخيم أبوخ اللاجئين الذي يبعد عن مدينة جيبوتي حوالي 260 كيلومتر. نعم. أما اللاجئين الذي هم خارج المخيم يتجاوز عددهم 600 شخص. هل يعني ما تزال هناك سعادة السفير موجة نزوح أيضا قادمة من اليمن؟ لا يوجد أي نازح يمني حاليا، منذ 6 أشهر لا يوجد أي نازح، لكن معنا مشكلة أكبر من ذلك، وهي أن كما تعرف أن جيبوتي تعتبر هي المنطقة الوحيدة للنازحين. نعم. للمسافرين إلى خارج الوطن، وكذلك للعائدين للوطن. هؤلاء لديهم مشاكل خاصة، الناس الذين يصلون من ميناء عدن إلى ميناء أبوخ، وينتقلون من ميناء أبوخ إلى ميناء جيبوتي. نعم. أكبر مشكلة تواجهنا هي المرافقين لهذا الأسر، لأنه تعرف في هناك مصابين، وفي هناك جرحى، وفي طلبة، وفي معاملين ورجال أعمال. كل هذه الشرائح تأتي عبر ميناء جيبوتي. المشكلة أنهم لا يطلعوا على موقع السفارة الذي أعدينا ووضعنا فيه الشروط كاملة لأي قادم يريد أن يسافر إلى. هو سعادة السفير يتحدث بعض النازحين أو اللاجئين الذين تحدثنا معهم أن ما تقومون به أنتم السفارة هي عبارة عن جهود شخصية، ولا يوجد اهتمام من الجانب الحكومي.
نحن نسألكم يعني هل هناك تواصل بينكم وبين الحكومة في مسألة رعاية اللاجئين والاهتمام بهم، أم أنه لا يوجد تجاوب من قبل الحكومة؟ أخي العزيز، أنت كما تعلم أن الأخ وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح، نعم، وصل إلى جيبوتي حوالي 6 زيارات، وكان بكل زيارة، كان آخر زيارة له قبل شهر، وزرنا معه المخيم، ونحن في تواصل مستمر مع الإخوة النازحين في مخيم أبوخ. نعم، ما الذي قدمه بعد هذه الزيارات؟ والله شوف، الذي نتج عنها أنه حصلنا على سلال غذائية للنازحين، وتم توزيعها قبل حوالي أسبوع، تم توزيعها من مركز الملك سلمان. والآن احنا على تواصل مع مع جمعية قطر الخيرية. نعم، أمس تواصلت مع الأخ طارق المخلافي، ووعدني بأنه خلال الأسبوع القادم سيتم إرسال سلال غذائية لكافة النازحين. نعم، لكن سعادة السفير، يعني ولو قطعتك، يعني هناك حديث من معظم يعني النازحين في هذه في المخيمات، وايضا تحديدا في مخيم ابوخ، يتحدثون عن ان مطلبهم الوحيد حاليا هي العوده الى مدنهم في اليمن. يعني هل للسفاره دور في مساله التسهيل لعودتهم الى اليمن؟ نعم اخي العزيز، نحن تواصلنا، وكذلك الاخ وزير الاداره المحليه عبد الرقيب فتح تواصلنا مع السفاره القطريه، وابدت استعدادها لتسهيل رحلات من جيبوتي ومن منطقة أبوخ، وفعلا تم إرسال مندوب من السفارتين، السفارة اليمنية والسفارة القطرية. عندما وصلوا وفرزوا كم عدد الراغبين بالسفر، وجدوا أن المسافرين عددهم 36 شخص راغبين بالعودة، وهناك مسافرين آخرين لكن يريدوا فلوس لشراء الديزل لأن معهم قوارب. طبعا بالنسبة للسفارة القطرية ما يمكنش تعطي فلوس هكذا، هي وعدت باستئجار الزعيمة أو الزعيمتين لنقلهم، أما أن تعطي فلوس قالت لا يوجد عندها هذا الكلام. نعم، ولكن سعادة السفير هناك يتحدثون أن لديهم قوارب شخصية، 36 شخص. نعم، يتحدثون أن لديهم قوارب شخصية ولا يملكون البنزين الذي سيصلهم إلى اليمن. يعني أقلها لو كانت السفارة تكفلت في تأمين مادة البنزين وتوزيعها بشكل عادل لكي يتمكنوا من العودة. ما زالت المحاولة قائمة إن شاء الله. وعدني سعادة السفير قاسم بن قبر إنه بيتابع الموضوع، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم يكون في خبر بالنسبة لهذا الأمر، لتوزيع للتعاقد مع محطة لتزويدهم بالديزل. نعم، إذن سعادة السفير حمود العديني، 36 الشخص. تفضل. الآن أنا بتواصل، عملنا رسالة لمحافظة أبوخ على أساس أنه يتم السمح لهم بالنزول إلى مدينة إلى العاصمة جيبوتي. نعم، وتواصلنا مع منظمة وادي اليوم هذا، ووعدوني بأنهم سيقوموا بترحيلهم من جيبوتي إلى عدن، ونحن إن شاء الله نبلغكم أول ما يتم ترحيلهم إن شاء الله. شكرا لك سعادة السفير حمود العديني، سفير اليمن في دولة جيبوتي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في ختام حلقة هذه الليلة لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي من مخيم اللاجئين أبوخ في جيبوتي مرسال، أحد اللاجئين هناك مرسال العنبري، وأيضا الشكر للصحفي حسام الزيادي. الصحفي حسام الزيادي انضم إلينا من مدينة جيبوتي، وأيضا نشكر أمين الحرازي أحد اللاجئين هناك في مدينة أديس أبابا، ونشكر أيضا سفير اليمن في دولة جيبوتي سعادة السفير حمود العديني، كما أشكر جميع طاقم العمل، وأشكركم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.